شيخ فرح يقول: قبل أن يخلق الله آدم أخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة، هل يعني هذا أن بقاء آدم في الجنة كان مرحليا وأن هبوطه حتمي وأن إغواء إبليس له ولحواء كان مجرد تخريجة؟ لا، ما نقول تخريجة، وإنما يا أيها السائل نتأدب حين الكلام في مثل هذه القضايا، فنقول بأن ربنا جل جلاله قدر أزلا بأن آدم عليه السلام لن يطول بقاؤه في الجنة وأنه سيهبط إلى الأرض، فالله عز وجل علم ما كان وما يكون، لكنه جعل لذلك سببا، والسبب هو إغواء إبليس واستجابة آدم وحواء عليهما السلام ووقوع المعصية منهما، كما قال جل من قائل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه.